أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار دروس مستوى الرابع ابتدائي لمادة الفرنسية نشوف درس فليكتور يونيتي 1 سمان 2. إذا بالنسبة لهذا الدرس فهو مأخوذ من كتاب مون ليفر دو فرونسي للمستوى الرابع ابتدائي وغنخدمو الصفحة 14 إذا الصفحة 14 و15. إذا نبداو أول حاجة بالنسبة قبل ما نقراو النص نشوفو أشنو عندنا قبل قراءة النص. إن عندنا لو تيتر هو لي فيل امبيريال دو ماروك. شنو كنعني بامبيريال؟ إمبراطوريات، أوكي، مدن اللي كانوا إمبراطوريات في المغرب، أوكي. وعندنا دي فوتو تاوا، عندنا الفوتو الأولى باب المنصور في مكناس، عندنا لا مينارا مراكش، عندنا لا تو حسان غابا، في سور لونسيان مدينة فاس. إذا في سور لونسيان مدينة فاس، هادو هنا بالنسبة للتصاور كاملين بربعة. هادو لي فوتو روبريزونت كوا؟ روبريزونت دي مونيمو هيستوريك، معالم تاريخية المغرب، أوكي، ديال مدن مختلفة. إذا افون لا ليكتور، حنا غنجاوبو قبل القراءة، عاد نقراو النص. إذا أول حاجة أشنو قالو لنا بالسؤال الأول؟ كو روبريزونت شاك فوتو؟ إذا شنو قال لنا؟ أشنو كتمثل كل فوتو؟ إذا بالنسبة لفوتو كاملين كيمثلو لنا دي مونيمو هيستوريك، أوكي، معالم تاريخية. بالنسبة لفوتو 1 روبريزونت باب المنصور، فوتو 2 روبريزونت لا مينارا، فوتو 3 روبريزونت لا تور حسان، وفوتو 4 روبريزونت في سور لونسيان مدينة. هذا باب المنصور، هذه مينارا اللي كاينة في مراكش، هذا صومعة حسان اللي كاينة في الرباط، وهذه هنا المدينة القديمة ديال فاس. إذا غنحاولو نجاوبو على السؤال الأول. نعطيكم بالتفصيل أشنو ممكن نكتبو، أنا نعطيكم بالتفصيل وممكن تقولو كل فوتو أشنو كتمثل. إذا لي فوتو ريبريزونت كيمثلو ريبريزونت كوا؟ مادام عندنا هنا ان تي دي مونيمو هيستوريك. دي مونيمو هي معالم تاريخية، دي مونيمو هيستوريك، هنا عندنا اس حيت بزاف. إذا نعملو دابا كل فوتو. فوتو 1 الصورة الأولى ريبريزونت كوا؟ représente quoi? Bab, ok, Al-Mansour. Bab Al-Mansour. Ok. Et dans les kainaf meknes. Hna men ba'd anamlouch ma'aqal chna al-mudur. Qalouna chno kimetlo. Photo 2 représente quoi? Représente, ok, qulna représente quoi? Représente la minara. La minara. Très bien. إذا باب المنصور ريبريزونت مينارا. إذا غنشوف فوتو 3. فوتو 3 ريبريزونت، كنعمل لكم بالتفصيل، ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت، هنايا ما كاينش او، ريبريزونت ما كاينش او اكسون. إذا ريبريزونت كوا؟ رجعوا للصورة 3، ريبريزونت لا تور حسان، هي صومعة حسان. إذا لا تور حسان، أوكي، صومعة حسان. Très bien. Monsieur photo 4. Photo 4 représente ancienne Médina. On écrit quoi comme كاتبينها؟ Vue sur l'ancienne Médina. Vue sur Médina القديمه. L'ancienne Médina. L'ancienne Médina. Très bien. Et donc جاوبنا على السؤال. Et donc نمشيو دابا، اوكي، غنمشيو السؤال الموالي. اذا بالنسبه للسؤال الموالي اشنو كيقول؟ كيلي لو تيتر دو سو تيكست، شنو هو لو تيتر؟ هو عنوان النص. بالنسبه للعنوان النص هو لي فيل امبيريال دو ماروك. لي فيل امبيريال دو ماروك. اذا جاوبوا على السؤال الثاني. اذا السؤال الثاني اشنو كيقول لنا؟ لو تيتر اوكي، ونكتبوا العنوان كما هو، لي فيل، اوكي، المدن الامبراطوريه اللي كانوا امبيريال، اوكي، امبيريال دو كوا؟ لي فيل امبيريال دو ماروك. اذا على حسب اشنو عندنا في النص. اذا لي فيل امبيريال دو ماروك، و ام غنعملو هنا ماجيسكول حرف كبير، لان المدن لي نون بروبر كاملين كتكتبوا ماجيسكول حرف الاول ديالو. تري بيان.
إذن عمشو السؤال الموالي اللي هو سؤال ثلاثة. تبع معايا، دو أتي لتي إكستخي، أشنو قلنا يعني المصدر ديال هاد النص؟ تخي بيان، شوف العنوان كيكون الفوق، أنا تبعوا معايا غير باش تعرفوا أبخي. العنوان كيكون الفوق وكيكون اللون ديالو مغاير أو الكتابة ديالو مغايرة على لو تيكست، يعني كتكون الطاي ديالو كبيرة. بالنسبة لإكستخي هو المصدر كيكون تا كيسالي النص وكيكون لتحت. إذن إكستخي دو كوا؟ دو كالتور إي سيفيزاسيون ماروكان، من واحد السيت، واحد الموقع اللي هو بلادي بوان نت، هذا سيت موقع في الإنترنت. أوكي، إذن إي لا إي تي، أوكي إي لا إي تي إكستخي، نجاوبو على سؤال ثلاثة. أوكي، ثلاثة إي لا إي تي إكستخي. أوكي، ونكتبو المصدر. إذن عندنا المصدر شنو هو؟ لا كولتور، لا كولتور إي سيفيزاسيون، لا كولتور هي الثقافة والحضارة المغربية. إذن لا كولتور إي سيفيزاسيون ماروكين، عقلو على سيفيزاسيون هي الحضارة، سيفيليزاسيون أوكي مارو ماروكين، لا سيفيزاسيون ماروكين. تخي بيان، إذن جاوبنا على السؤال ثلاثة. إذن هنايا في هذا كنعملو الدراسة ديال قبل ما نقراو النص. إذن غنمشيو السؤال الموالي، أشنو كيقولنا؟ كيس سون لي فيل غوبخيزونتي سيغ لي زيلستخاسيون، قالك شنو هما المدن اللي كاينين في التصاور. إذن رجعو، الصورة الأولى مكناس، أوكي، فوتو أن غوبخيزونت مكناس، فوتو دو غوبخيزونت مراكش، فوتو 3 غوبخيزونت رباط، وفوتو 4 غوبخيزونت فاس. اوكي، اذا غنجاوبو حنا بالتفصيل، اذا غنكتبو كل صوره اشنو كتمثل لينا. اذا نجاوبو، اذا غنشوفو سؤال 4. اذا سؤال 4، كيسيون 4، فوتو اوكي 1 غوبخيزونت كوا؟ غوبريزونت، اذا شنو عندنا في الصوره الاولى؟ شنو كتمثلنا؟ مكناس. اذا غوبريزونت مكناس. غنمشيو الفوتو 2، فوتو 2 غوبريزونت كوا؟ غوبريزونت كوا؟ غوبريزونت، رجعوا للصوره غير باش تفهموا، غوبريزونت مراكش. اوكي، غوبريزونت ديما الاسماء ديال المدن كتبوا الحرف الاول ماجيسكول، يعني حرف كبير، مغا مراكش، مراكش. تري بيان، فوتو 3 غوبريزونت كوا؟ غوبريزونت، اذا نرجعو غوبريزونت رباط، رباط يعني صومعة حسان. اذا غنمشيو فوتو اوكي 4 غوبريزونت كوا؟ غوبريزونت الوغ فاس، فاس يعني فاس. اوكي، جاوبنا على سؤال 4. اذا غنمشيو سؤال 5. سؤال 5 شنو كيقول لك؟ دابري لو تيتر اي لي زيلستراسيون دو كوا ساجيتيل دون سو تيكست. اذا قال لك من بعد العنوان والتصاور اللي شفتي اشنو كيمثلوا لنا هادشي في لو تيكست؟ اذا شنو كيمثلوا لنا هادشي في لو تيكست؟ كيمثلنا تاريخ المغرب. اوكي، اذا غنحاولوا نجاوبوا. اذا بالنسبه للتصاور وكلشي كيمثلنا تاريخ المغرب، اذا التصاور ايتو كيمثلوا لنا تاريخ المغرب. اذا غنكتبوا بالنسبه، اذا دابري لو تيكست il s'agit d'après les images ou la les images et le titre et le titre il s'agit de quoi. اذا نرجعو هنايا، il s'agit dans ce texte، تبع معايا، il s'agit ولا لو تيكست باغ علاش يهضر لينا؟ il s'agit quoi؟ il s'agit le titre d'après le titre، هنايا d'après le titre il s'agit كيمثلنا il s'agit des monuments historiques de Maroc ولا l'historique du Maroc، يعني تاريخ المغرب، l'historique du Maroc.
très bien. دابا سالينا القراءه قبل يعني سالينا وقرينا يعني انطلاقا من العنوان وانطلاقا من الصور، قرينا علاش كيهضر لينا وعرفنا علاش كيهضر لنا النص. اذا دابا نحاولوا نقراو نص قراءه متانيه. اذا différentes des nations se sont succédées au Maroc. Chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. Ainsi, Fès était la capitale des Idrissides et Marrakech, celle des Almoravides. Les Almohades ont pris Rabat comme capitale. Quant au roi Alaouit Moulay Ismaïl, il a choisi Meknès. Ces quatre villes, appelées impériales, portent là la marque de leur fondateur. Elles sont très riches au point de vue architectural. Très bien. قرينا النص. إذا سالينا صفحة 14. نتمنى نكون فتكم بها تصحيح. شكرا وإلى اللقاء. ونشوفوا الصفحة ديال التتمة ديال هاد لا ليكتور أبخي.